لتفاصيل أدق حول محاكمة سيف القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، ينضم إلينا الناشط السياسي السيد حسن لمين. أستاذ حسن، أهلا بك. أهلا وسهلا. نعم سيد حسن، بداية لو لك أن تصف لنا وقع بدء جلسات محاكمة رموز النظام السابق عليك وعلى الرأي العام في ليبيا. يعني هو بالتأكيد جيد جدا أن احنا نباشر في هذا الاستحقاق. نعم. مهم جدا للشعب الليبي أن تتم محاكمة هؤلاء على جرائمهم اللي ارتكبوها. هذا سيطمن الشارع وفي نفس الوقت سيطج صدر الشارع، على اعتبار ان هذه جرائم كبيره ارتكبت في حق الشعب الليبي ولا بد من محاسبتها. الاشكاليه الحقيقه اللي لي مع هذا الموضوع، انا متخوف، هل نحن فعلا مستعدين لمثل هذه المحاكمات؟ هل من الناحيه الامنيه على وجه التحديد ستسير الامور سيد حسن، خصوصا في ظل الاوضاع الامنيه المتردية جدا في طرابلس، ولعل عملية اختطاف العنود في الفترة الأخيرة من نعم. أحد السجون اللي يفترض أن يكون تابعة للدولة حقيقة هزت ثقة في المسألة الأمنية وفي السلطات المشرفة على السجون. الشيء الآخر اللي أنا متخوف منه قضية سيف الإسلام بالذات. سيف الإسلام إلى حد هذه اللحظة لا يخضع لسلطة الدولة، لا يخضع لسلطة الحكومة. فكيف الدولة تحاكم سيف الإسلام وهو ليس تحت إرادتها ولا يتبعها؟ لنفترض جدلا أنه تم إصدار أحكام سهلة عليه أو براءته، ماذا سيكون الموقف؟ الحقيقة في أسئلة كثيرة على الحكومة وعلى الأجهزة القضائية ووزارة العدل أن تجاوب عنها وتطمن الشارع وأيضا تطمن الرأي العام وتطمن المؤسسات الحقوقية والدولية بهذا الخصوص. أنا متخوف من أن هذا الأمر لن يمر ببساطة. نعم. بسهولة، وهناك مخاوف أمنية كبيرة. والشيء الآخر الحقيقة اللي مهم بالنسبة لي، لماذا يحاكم عبد الله السنوسي وسيف الإسلام مرة واحدة في وقت واحد في مكان واحد؟ أليس هناك خطورة في هذا الأمر؟ ولنفترض أنه تم تفجير المحكمة أو تم اختطاف، عملية اختطاف، يعني يضيع منك واحد خير ما يضيع منك اثنين زي ما يقولوا. فالحقيقة في إشكاليات واجدة. أنا متخوف، أنا أعتقد أن في ظل هذا الوضع الأمني المتردي في ليبيا ربما ليبيا ليست مستعدة بعد لمثل هذه المحاكمات. نعم، طيب ربما ما أشرت إليه وهو الوضع الأمني المتردي في ليبيا جعل يعني من محكمة الجرائم الدولية في لاهاي تطالب بنقل هذه المحكمة إلى لاهاي وعدم المحاكمة في ليبيا. كيف يؤثر الوضع الأمني الآن في ليبيا على طلب المحاكمة داخل الأراضي الليبية؟ نعم، هو شوفي، الوضع الأمني في ليبيا هذا مؤثر على حياتنا كلها، مؤثر على وضعنا السياسي، على استقرارنا، على كل الاستحقاقات الأخرى. الوضع الأمني راه واحدة من أكبر الإشكاليات الآن في ليبيا، أشياء كثيرة سنعجز عن القيام بها لطالما لم نركز كل جهدنا حول حل هذه الإشكاليات. احنا الآن في طرابلس، الآن في قوة كثيرة قاعدة تحكم داخل طرابلس لها السيطرة. يعني بالأمس يطلع علينا وزير العدل يعني يشتكي، يستغيث، يقول اختطفوا العنود من امام عيني ولا استطيع ان احرك ساكنا. يعني لو في اشكاليه كبيره يا اخواننا، ولا بد ان ندرك هذا. نعم. فاذا الامر اصبح بهذه الخطوره وبالشكل ان ليبيا لا تستطيع ان تدافع عن السجناء وتحميهم وتوفر لهم المحاكمه العادله وتوفر لهم الامن في انتقالهم من السجن الى المحكمه، اذا انت فعلا في ورطه، وبالتالي يحق للمجتمع الدولي انه يضغط عليك وانه يطالب بان يتم محاكمه. طيب سيد حسن، أخيرا فقط لضيق الوقت، سيد حسن، هذه المحاكمة وغيرها أيضا كانت من أهم مطالب الثورة لإرساء قواعد العدل والقانون، ماذا إذا جاءت الأحكام على المتهمين على غير أهواء الشعب؟ شوفي، انا مانيش شايف مبرر. انا عارف وكما قلت يعني انه جيد ان احنا نقوم بهذا الاستحقاق، ولكن انا سالت سؤال، هل نحن جاهزين؟ احيانا ربما الاستعجال
قد يضعنا في إشكاليات أخرى. في استحقاقات أهم من هذه المحاكمات، وهذه الاستحقاقات سيتوقف عليها أيضا ملف محاكمة رموز النظام. من بين احنا بلد بدون دستور سبحان الله، يعني بدون دستور، يعني حتى هناك قوانين نافذة الآن من أيام معمر القذافي لم يتم التعامل معها لحد الآن. فلماذا نستعجل؟ أنا خايف أن الاستعجال ربما سيسبب لنا إشكاليات. يعني نحن لسنا جاهزين بعد، يعني نتحرك بعواطفنا. احنا الآن عاطفيين جدا في هذه المسألة، نريد أن نحاكمهم الآن، نريد القصاص. نعم كلنا نريد هذا، ولكن نريده بطريقة صحيحة. نعم. ونريده على أسس قانونية. نعم شكرا جزيلا لك الناشط السياسي حسن.